من الثمانينات وانا كنبيع في هذا الشيء هذا، ما عندنا موطا ما عندنا والو. برد كل شيء الشال، اللهم هذا منكر فيها سبيع وهاد شريات بيضاعة. تحت عيني زباط خاي كباب بالحمام انا باقي كنا باب بيهم. شو على بياسة هذا؟ شو على غزالة؟ شوف 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 بياسة شوف اخي شوف. تبغي تشطح علي هذا؟ اي بلاد غاتمشي ليلا غاتلقى فيها السوق بالحمام، الناس كتبيع عندهم مساحه كبيره. عيسى ولد رادب ولد كاسابراتا، الحمام كنبيعو قديم مي كنت صغير، مي كان في عمري 12 سنه وانا باقي دابا، ولي ما عرفش يربيه نوريه كيفاش يربيه. السنان ديالنا طاحوا 58 عام، ولادنا عندهم ولادهم. الحمام اللي بغى شي حمامه يجي عندنا كاسابراتا. شو على بياس هذا؟ هو ها هو وخمسين فيما بغا. هو شو على غزاله؟ شوف شوف شو على بياسه شوف اخي شوف. تبغي تشطح علي هذا؟ شو الحلاوه؟ شوف شوف ما عندنا خدمه ما عندنا والو. بلي من بعد الحمامات خصوصي انا معذور، وكيسي منادم بحالي عاوز معذور ما عندوش فين يخدم. عمشي نتجامع عمشي سراق هاد الحميمات فيهم بركه د الله كازو كنترزقوا الله هيدا. لا كنا في كاسا ورطا فوق حدا موتشو كنترزقوا الله على الحمام. جراو علينا من فوق عودنا لنا هنايا عودنا لنا هنايا بقينا كنترزقوا الله هنايا. شويش كيجي المخزن كيجري علينا دخلنا هنايا جاو الشاطر راجي اجي لنا هنايا ابطونا نتاحس بلاصه نتاحس الدراري كامله ما بغاش الشاو برد كلشي الشال. اللهم هذا منكر فيها تبيع وهاد شريات بيضاعة هادي يلا جو الحمامات هنا. هاد الحمام هيدا عندنا شو عندنا فواياجو عندنا فواياجو من نوع شي حاجه واعره هذا السما هو الزاجي الحمام الزاجي عندنا العنابر ها هما هادو العنابر هادو العنابر بيعوا شو ها عبد الله ويعاود جاو العشي ورانا هادو الاسماء هاد الحمام هذاك صبيان قديم راسه قديم عادك مجوجين كنترزقوا الله الخاوه ديالي كنجيو الحد والخميس كنترزقوا الله. كنا متعد بيصاري كنبيعو ونشريو تما مزيانين مضخمين كازت وحموده جراو علينا من تما قلنا راه يمشيو جابونا لهنايا زينا لهنايا بقينا كندبروا هيدا هيدا عمره مره كتحي علينا الشا ضربوا الله تعالى وبركه يعملوا معنا سي حل تينا سي مويطا هيدا ما خصنا لي الصيف هذا لا والو. اي مره ديك الخميس والحد كنعودو بحال هيدا كنشوفو كنتنزهو كاين ناس مبلية بحال دابا مثلا الطيور كذا كذا بزاف الحوايج. ما عندناش شي بلاصة اي بلاد غتمشي ليلا غتلقى فيها السوق بالحمام الناس كتبيع عندهم مساحة كبيرة اللي كنطلبو هو يعطيونا شي بلاصة يعدونا شي بلاصة ديالنا يومين في الأسبوع الخميس والحد مثال من 8 الصباح لجوج النهار كيكون كلشي خوا من 8 الصباح لجوج النهار كلشي خوا كلشي مشى فحالو يعني يومين في السيمانة ما غادي تدي ما غادي تجي. السلام عليكم أنا اسمي أيوب أنا هذه دي الحرفة ديالي من الثمانينات وانا كنبيع في هاد الشيء هذا ما عندنا موطا ما عندنا والو كنطلبوا السلطات تعطيونا عيشي موطا فاش نجلسوا الخميس والحد والمهنه ديالنا هي هادي وانا واحد الانسان مريض كنعمل دياليز ما عندي جود نخدم ما والو ما كنطلبوا حتى شي حاجه صعيبه عطيونا عيشي موطا فين نجلسوا الخميس والحد هاد الشيء اللي كنطلبوا من السلطات. خاوه حنا خاوه خصنا بلاصه ديالنا خاوه هادو الخاوة دايما كيجيو يشربو علينا هنا يا خاوة أنا تربيت معاهم هنايا الخاوة والله العظيم والحمام الخاوة كنجيو نحاو مع الخاوة 20 درهم بالتاكسي كنجيبو الحمام لها فينات الخاوة كيبقاو فينات الخاوة كيجري علينا منادم كيقولنا بدل البلاصة مرة ليهن مرة هنايا مرة ولد ساحت حنا خاوة خصنا شي بلاصة الخاوة ساقرة خاوة لا نخدمو فيها ماشي حتى واحد يبرزط لنا خاوة خاصة مولوع فهمت خاوة بلاصة كاسافارات تحت موتشو خاوة تما كنا كناكلوا الخبز اخاو كلشي كيعرفنا
بنادم كيجي بامبينو كيريح كيضرب بايسار كيلصق في الحمام كنبيعو له الحمام. من هنايا خاوة انا من نبيعو الحمام، نبيعو الحمام من الرياضة. هذا فلافل وهذا صبيان، هذا الراسة قديمة وهذا فليفلة فليفل دكار، زوج بيهم دكور. انا ملي خلق سبابي وانا كنفتح عيني زباط خاي كيربي الحمام، انا باقي كنربيو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.